في آخر مستجدات الوضع الوبائي في تونس، أعلنت وزارة الصحة في بلاغها اليومي عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد بتاريخ يوم 26 ديسمبر الجاري، فيما شهدت نسبة التحاليل الإيجابية ارتفاعا بلغ 6.8%. وتتواصل عمليات التلقيح المضادة لفيروس كورونا في إطار الحملة الوطنية للتلقيح، حيث وصل العدد الإجمالي لعمليات التطعيم ليوم 27 ديسمبر الجاري أكثر من 11,917,000 عملية تلقيح، وقد بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين أتموا التلقيح أكثر من 5 ملايين. وفيما يتعلق بالحصول على جواز تلقيح تونسي بالنسبة للوافدين والمتحصلين على جواز تلقيح أجنبي، فقد أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال أنه بإمكانهم إجراء عملية تحويله عبر خدمة تحويل جواز التلقيح المتوفرة حاليا بمنظومة إيفاكس على الرابط التالي conversation.pass.evax.tn. وفي إطار المتابعة والتقصي للمتحور الجديد أوميكرون، كشف مدير معهد باستور الهاشمي الوزير أمس أن تونس سجلت 10 إصابات جديدة بهذا المتحور، لم تستوجب أي حالة منهم الذهاب إلى المستشفى، وقد أكد أن هذا المتحور ينتشر بصفة أسرع بكثير من بقية المتحورات، ولكن تبقى نسبة خطورته أقل من متحور دلتا. وفي توضيح سابق لعضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا الدكتور رياض دخفوس، أكد أن عدوى أوميكرون أصبحت أفقية، وبذلك تدخل تونس المرحلة البرتقالية لدرجة الخطورة، مما يستوجب مزيد التقيد بالإجراءات.